بعد ما خلصنا الأمراض هنتكلم دلوقتي كده على نوت صغيرة. في الإيفيان فلو نسيناها، هنقولها دلوقتي في ضمن النوت دي. الإيفيان فلو هي إنفلونزا الطيور. لو جينا نتكلم هنقول كلمتين بس صغيرين عنها. الانفكشوس ايجنت بتاعها هو الانفلونزا فيروس تايب H5N1، يبقى هي عبارة عن انفلونزا فيروس بس سب تايب H5N1. طب المود اوف ترانسميشن انفلونزا تيور، يبقى غالبا المود اوف ترانسميشن بتاع ايه؟ الكونتاكت ويز ايه؟ الدايركت كونتاكت ويز انفكتد بولتري. البولتري اللي هي الدواجن والطيور، او ايه؟ او السيرفز اللي ليها علاقة ايه؟ بمتعلقات البولتري دي. طيب لو عرفنا بعد كده امتى الهاي ريسك بتبقى للانفكشن، الهاي ريسك فور انفكشن باي ايفيان فلو بتبقى ديورنج امتى؟ ديورنج السلوترنج اللي هو اثناء ذبح الطيور، او ديفيزرنج لما يعني تنظيف الطيور ونشيل الريش منها، او البريبريشن بتاعها للكوكينج. دي الهاي ريسك فور انفكشن بتبقى غالبا في واحده من الحاجات دي. نعرف عن الانفلونزا فيروس التايب بتاع الايفيان فلو ان هو سنسيتيف تو هيت، وبالتالي ان الفود اللي بيوصل 70 درجه كافية انها تقتل الفيروس لمدة 5 دقايق. طيب ماشي، دي حاجة سهلة بسيطة. أهم حاجة اللي يهمني دلوقتي اللي هو البريفنشن أو البروتكتيف ميجرز اللي هتاخدها عشان أمنع الإصابة بالإيفيان فلو. طبعا أفويد تاتشنج ذيس بيردز، يعني نلمس الطيور الميتة. الهانتنج المايجراتوري بيردز، الطيور المهاجرة من بلاد ما تعرفش ممكن يكون عندها الإصابة بالإنفلونزا الطيور، فلازم نمنع فيه الطيور دي. نمنع الـ unnecessary visits to الـ poultry markets، الـ wet poultry markets اللي فيها الطيور اللي هي يعني مش مضمونة. برضو نعمل protection against the seasonal flu، الفلو العادية بتاعتنا عن طريق الـ seasonal vaccine. طبعا لأن مفيش vaccine against الـ avian flu، بس برضو لازم نعمل against the seasonal flu، نمنع ناخد الفاكسين عشان ما نبقاش امينو كومبرومايز، اكثر عرضه للاصابه بالايفيان فلو، خاصه طبعا في الناس الويكرز اللي ما في مجال البولتري وكده. طيب برضو نعمل بروبر ديستروي اوف انفكتد اور اكسبوزد بيرد، اي بيرد لي انفكتد او اكسبوز نعمله بروبر ديستروي. وبروبر برضو نتخلص من بقايا الديستروينج دي كويس خالص. طيب persons involved in poultry preparation، الناس اللي شغلهم ليه علاقة بالبولتري بالطيور الدواجن لازم يغسلوا البولتري كويس، طبعا المية والصابون كافية خالص قبل الايه، قبل الكوكينج بتاعه. يبقى persons involved in poultry preparation should wash poultry products. طيب برضو يهتموا برضو بالبيرسونال هيجين بتاعتهم نفسهم كمان عن طريق الواشنج هاندز، ممكن تستخدم جلافز كده. طيب برضو احنا طبعا في الاكزل كومينج من الاريا الاوت بريك اللي جاي من اريا فيها اوت بريك، يعني لو في مكان في اوت بريك اوف ايفيان فلو، يعني في انتشار لمرض الانفلونزا الطيور، لازم ان احنا ما نستخدمهاش كده روم، ما نستخدمهاش نيه او بارشالي كوكت، وما تكونش مطبوخه كويس، لازم تبقى يعني بروبرلي كوكت. لازم الاكزل كومينج من اريا اوف اوت بريك لازم تبقى ايه؟ بروبرلي كوكت، not raw or not partially cooked. دي هي البروتكتيف ميجرز، كان سهل يعني وممكن نكتب فيه يعني بسيط. ندخل على تاني نوت اللي هي الايه، البوليو اريديكيشن بروجرام ايجيبت. وده سؤال مهم، ايه البروجرام اللي اتبعته مصر عشان تتخلص من مرض شلل الاطفال؟ هم 10 بوينتس نقولهم. اول حاجه الهاي اميونيزيشن كفرج، الهاي اميونيزيشن كفرج عن طريق ان انا احاول ادي اميونيزيشن لاكبر نسبه اطفال، اغطي نسبة كبيرة من الاطفال عشان امنع الاصابة بمرض الايه، شلل الاطفال. بعد كده في نيو اميونيزيشن استراتيجي، استراتيجية جديدة في الاميونيزيشن، ان انا ادي 3 دوز سابين اللي هو الاورال بوليو فاكسين، ودوز واحدة من السوك فاكسين اللي هو الانجكتبل بوليو فاكسين. بعد كده رقم 3 اعمل بروبر كولد تشين. يعني ايه بروبر كولد تشين؟ زي ان اللي هو التطعيم بيتحفظ في بروبر كولد تشين في اماكن
حفظ جيدة، بتبقى لو لاحظت حتى أثناء الناس اللي بتلف التطعيم محطوط في تلاجات كده عشان نحافظ على الكواليتي بتاعت ايه، بتاعت الفاكسين، to ensure quality high quality of vaccine، يبقى لازم بالبروبر كولد تشين. بعد كده في حاجة عندنا اسمها الناشونال immunization days. ايه الناشونال immunization days دي؟ هي أيام بتتحدد بيتم فيها تطعيم كل الأطفال أقل من 5 سنين بأورا بايو فاكسين. دي هي يبقى أيام بنحددها في السنة عشان نطعم فيها كل الأطفال أقل من 5 سنين بإيه؟ بالأورال بوليو فاكسين. بعد كده بستخدم السيرفيلانس واللابوراتوري سيستم. السيرفيلانس هو الترصد، يعني أحاول أعمل سيرفيلانس لأكبر عدد من الأماكن عشان أحاول أكتشفها إيه؟ أحاول أكتشف الأماكن الإنفكتد بسرعة قبل ما يحصل أوت بريك. طيب برضو اعمل انشورنج اللابوراتوري سيستم كونتينمنت اوف وايلد بوليو فيروس ستوك. ايه ستوك؟ يعني الستور، يعني اشوف الستور بتاع البوليو فيروس، اخبار الستور بتاع البوليو فيروس ما هو كويس ولا، عشان هو اللي بقدر اعمل منه اللي هو السابين فاكسين، لان السابين فاكسين اللي في اتنمنت فاكسين بيعتمد على وجود الفيروس. وبرضو السوك برضو بعتمد على وجود الفيروس، السوك فورمالين كيلد بقتل الفيروس، لكن السابين بحاول اضعف الفيروس بس. طيب برضو رقم 7 بستخدم استراتيجي. عايزين نعمل استراتيجي عشان نوقف البوليو اوميونيزيشن، اوقف تطعيم شلل الاطفال. بس بعد امتى بقى؟ مش كده وخلاص، لان ممكن المرض يبقى لسه موجود. بعد سيرتيفيكيشن اوف اراديكيشن، بعد ما يبقى عندي شهاده ان انا تخلصت من مرض شلل الاطفال ده نهائيا، فبالتالي اوقف تطعيم. اوقف بعد كده احسن الانفيرومنتال سانيتيشن. بعد كده اعمل هيلث اديوكيشن اوف بيرنتس. يعني ايه؟ يعني اعمل هيلث اديوكيشن للبيرنتس بتاعت الطفل ده، انهم اهميه تطعيم شلل الاطفال ومعاده وكده. طبعا ده بيتعمل عن طريق الماس ميديا، وسائل الاعلام. اعمل برضو ايري ديتكشن وكنترول الكيسز، وده هيحسن لي اكتر البروجريس بتاع الايه، بتاع الديزيز ده. هكتشف الكيسز بدري، وبالتالي اقدر ان شاء الله ان احنا نعالجهم بدري. دي اللي هو البوليو اريديكيشن بروجرام اللي اتبعته مصر للتخلص من مرض شلل الأطفال. طيب لو تابعنا برضو في النوتس، في حاجات مثلا نقولها في السابين والسوب فاكسين. احنا قلنا السابين ده اورال بوليو فاكسين، فبالتالي انا باخده اورالي، هينزل يديني لوكال اميونيتي، وبعد كده بعد ما يحصل له ابزوربشن من جي اي تي هيوصل البلد فيديني سيستميك اميونيتي. على عكس مين؟ السوب فاكسين. السوب فاكسين ده انجكتابل بوليو فاكسين، يعني بيتاخد انجكشن يعني على البلاط على طول. هو مش هو ما بيتاخدش انترافينس طبعا، بيتاخد امين انترا ماسكولار، يعني بعد كده هيروح للبلاط، فبيديه سيستميك اميونيتي، مش هيدي لوكال اميونيتي في جي اي تي. لان لو تفتكر البوليو فيروس بيدخل عن طريق مين؟ الماوس. فبالتالي الانجكتبل هيدي سيستميك اميونيتي، لان من الانتر بعد ما يتاخد انترا ماسكولار بعد ما هيروح على البلاط على طول، مش هيروح للجي اي تي. طيب وبالتالي لو انت فكرت كده، لو في شخص اميونو كومبرومايز يعني مناعته ضعيفه، هيديله ايه؟ هيديله اكيد السوك فاكسين اللي هو الانجكتابل بوليو فاكسين. طب ليه هندي الانجكتابل بوليو فاكسين؟ لان الانجكتابل بوليو فاكسين ده فورمالين كيلد فاكسين. يعني ايه فورمالين كيلد فاكسين؟ يعني الفيروس استخدمنا الفورمالين في ان احنا نقتله وكده، فبالتالي مفيش الفيروس تقريبا مش ميت، مش موجود، بس انا بستخدم الصفات اللي فيه عشان الاميونيتي تتعرف عليه وتكون ايه مناعه ضده. لكن على عكس الليف اتمت فاكسين، ده فيروس انا استخدمت وسائل عشان اضعفه، بس الفيروس ستيل موجود. فبالتالي لو مناعة الشخص اللي هديه الاورا بولو فاكسين ضعيفة، ممكن الفيروس ده يبتدي يحصل له اكتيفيشن ويبتدي يهاجم الجسم. ففي الحالة الاميونو كومبرومايز هدي مين؟ السوك فاكسين، لانه فورمالين كيلد فاكسين. طب برضه في حتة عايزين نقولها، مين اللي نديله الانفلونزا فاكسين؟ هل كل الناس تاخد الانفلونزا فاكسين؟ ندي للأدلت اللي سنهم 40 سنة أو أكتر، عشان الناس دول طبعا الإميونيتي بتاعتهم بتبتدي تقل وكده مع السن. ندي الناس الأكسبوز. مين الأكسبوز دول؟ هما النيرسينج والدكتورز. طيب نبتدي ندي مين للناس اللي عندهم كرونيك لانج وهارت كونديشن؟ لأن الناس دول ما بيبقى عندهم التشيبس مش ويل أكسجينيتد، وبالتالي السيلز مش مناعتها بتبقى مش كويسة أوي، فبتدي نديله الانفلونزا فاكسين. برضه نديه الناس اللي عندهم كرونيك ديزيز زي الدايبيتس، لان برضه بتبقى مناعتهم ضعيفه.
طيب احنا كده خلصنا النوتس وخلصنا تقريبا الشابتر ديزيز كنترول باي فاكسينيشن. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا.